لأن ربنا سبحانه وتعالى قال قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيانا يبعثون. ونحن قاعد أتكلم من الكتب دي، كتب الصوفية اللي بيبيعوها في السوق وفي مراكزهم بتاعة التصوف وفي القبب والأسواق بتاعتهم، هم ما جبنا من راسنا. ده كتاب رياض ديوان لك سلام مني للبرع، يجيبه الأخضر داك الفوق فوق ده الكتاب ده البرعي في الصفحة رقم 41، في الصفحة رقم 41 قال له سلم يا ولد القلب البيت ولد. فنحن دار نشوف هل الصوفية عندهم شرك ولا ما عندهم شرك، ما هو اتكلم نحن لابد نرد. في الصفحة رقم 42 قال أورد هذه الكرامة صاحب الأزاهير، أزاهير الرياضة هو ده تاع السمانية، إلا أنه نسبها إلى الشيخ يعقوب بن أحمد الصليحابي تلميذ الشيخ أحمد الطيب، حيث ده كلام البرع يا جماعة لأنه ده كتاب البرع، حيث قال كان للشيخ يعقوب رضي الله عنه تلميذ وله 6 بنات. شيخ يعقوب عنده درويش والدرويش ده عنده 6 بنات. أها. فشكى له يوما عدم الولد الذكر، الدرويش قال للشيخ أنا ما عندي ولد ذكر وعنده 6 بنات، دار لي ولد؟ تقول الشيخ عنده مصنع أولاد. أها. شكى للشيخ قال فأمره أن يحضر عنده بعد صلاة الصبح من يوم الجمعة واحدة من بناته فأحضرها في منهن في الوقت المذكور. قال لي جيب بيت من بناتك ديل الستة، للشيخ ذاته قال لي جيب بيت من البنات الستة بعد صلاة الصبح يوم الجمعة. يكذب هنا ويقول حديث صحيح، حديث ضعيف ده، ده فيه معروف ابن حسان السمرقندي ومعروف مجهول كما قال العلماء، معروف غير معروف، فحديث ضعيف. ما في حديث بيقول تنادي غير الله يا عباد الله احبسوا، ما في، لأن ربنا قال وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا. اسمع الآيات دي واضحة ولا ما واضحة؟ قل إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا، قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا، قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا. الرسول قال أنا بدعو الله سبحانه وتعالى، وربنا قال منو الأضل من الزول البنادي الأولياء والأوثان والقبور والأصنام والأوثان، منو الأضل منه؟ ما في. ربنا قال ومن أضل ممن يدعو من دون الله. الملائكة الله ولا دون الله؟ يدخل في دون الله. الرسل الله ولا دون الله؟ دون الله. الأولياء والصالحين دون الله، مع أنه الصوفية ما فوقهم زول ولي، ناس وسخانين يا أخي. شوف ده عمل للبيت شنو، ونواصل الآية. قال فمر يده عليها، الشيخ مسح البيت بيده بجوز، قال فمر يده عليها تاليا قوله تعالى يمحو الله ما يشاء ويثبت وعند أم الكتاب. وشوف اللعب بالقرآن، هس الآية دي عندها علاقة والكلام ده بأنه بيت يقلبها ولد؟ قال فقلبت ذكرا من حينها وقد عاش ذلك الولد نحو من 55 عاما وخلف بعد ولدا يدعى بورك، وهذه الكرامة مشهورة في بلادي أوضح من نار على علم البرع. قال ولولا وقوفي على صحتها لما سطرتها. قال اتقلبت ولد وعاشت 55 سنة. يا ناس في زول بيقلب بيت ولد أو ولد بيت أو فار كديس؟ ربنا قال فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. الشيخ السعدي قال يعني خلق الله ما يتغير، ما يتغير، بيت بيت، ولد ولد، ذكر ذكر، انتهى انتهى، فار فار، ضب ضب، ما يتغير ابدا، ما يتغير يا كذاب. قال 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 يطب القبه يقول يا شيخ اديني الولد، قال ولا ما قال؟ شرك، لانه الولد بدي الله، والبيت بدي الله، والنمل بيخلقه الله، والبهائم بيخلقهم الله. ربنا قال لله ملك السماوات والارض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما. ده الله، ده الله. بعدين تطوب يا قبة كيف؟ ربنا قال ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. ما قال بالقبب؟ يا حمادة يا داعية شرك، يا دجال، يا مستهبل، أنا والله لو عندي سلطة في البلد دي أقطع ضنبك وأقطع لك حاجات تانية وأشيلك من هنا يا مستهبل.
ده كلام البرعي. الآية ربنا قال ومن أضل، تعرفوا زول أضل من ده؟ الله قال ما بتعرف، ما بتلقى. ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. الله قال لك اللي بتدعو ده الشيخ ده دعيته، الله قال لك غافل عن دعائك ما بيسمعه. وهناك ربنا قال لا يسمع دعاءكم. واضحة ولا ما واضحة؟ واضحة ولا ما واضحة؟ الله قال ولو سمعوا، قال ما بيسمع، لكن لو سمع، لو فرضنا سمع، ما استجابوا لكم. تاني يقول لك ادعوه وطوب يا قبة وادعوه. الله قال ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم. الله سمى شرك، وهناك ربنا سمى البدع غير الله كافر. ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. وهنا قال ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. وهناك ربنا قال قل إنما أدعو ربي، ده الرسول بيدعو ربنا، ما بيدعو الأولياء، ما بيدعو الشيوخ، ما بيدعو القبب ولا الأصنام ولا الأوثان. قل إنما أدعو ربي، دعيت الله أنت الموحد، ولا أشرك به أحدا. خليت الله ودعيت غيره زي كلام دي الرسالة دارنا وصلها. لا عندنا حزب، لا عندنا طريقة، لا نازلين انتخابات دارين الناس يخطوا صوتهم لنا في صندوق الاقتراع، أبدا ما نازلين. دارين الناس يوحدوا رب العالمين سبحانه وتعالى، يوحدوا ربنا عز وجل، ولا يستغيث بغير الله. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. ما دعينا الناس للتكفير، ما دعينا الناس للتفجير، ما دعينا الناس لمظاهرات، وإنما دعينا الناس إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فمن تمسك بهما نجا ومن خالفهما ضل وغوى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.